متابعي أميغو 24، نحن أمام السفارة المغربية ببلجيكا، حيث نظمت مجموعة من الجمعيات وقفة سلمية، وهي الوقفة الثانية من نوعها، حيث يطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل في حل مشاكلهم المتمثلة خاصة في مشكل العقار وتسلط العديد من الشركات على حقوقهم. تابع معنا آراء هاد الجمعيات أو هاد الناس المضرورين. عضوة في جمعية الجالية بلجو ماروكان للقانون والعدالة في بلجيكا. هذه الجمعية الوحيدة المغربية اللي فتحت الأبواب ديالها مجانا لكل متضرر مغربي اللي عنده قضية معقدة ومطروحة أمام المحاكم. عندنا ملفات كثيرة كنشخصوها كالآتي: عندنا ملفات ديال الاستثمار، ديال العقارات، ديال التلاعب بالمهاجرين، وكل ملف عنده سنوات وحكاية معاناة تهميش وتدمر وغضب ديال هذه الجالية المتضررة اللي كتطالب بالحق ديالها فقط. عبد الرحيم من أغرود. احنا دايرين هذه الوقفة الاحتجاجية ضد امام السفارة المغربية ببروكسل في بلجيكا، باش نتكلموا على حقنا اللي ضاع من طرف شركة لاسميت اللي جات لأغرود تامري أكادير في واحد النهار، جات ودارت تيتر بسميتها وكل شيء بدون مسطرة، بدون ما يتعلموا الناس لا أي شيء. سولنا لقينا بأن اللي من وراء هذا الشيء أنهم استندوا على مرسوم أو قرار تاع وزارة الداخلية. إمتى كانت وزارة الداخلية بقرارها تدير نزع الملكية وتدير الأراضي انا واحد المهاجره خرجت 48 عام، هذه شريت بقايعه فين تسكن باش نرجع انا وليداتي. نوض انتم خونوها، عاودوا فيها من يطلع الثمن، عاودوا فيها البيع وخليتوني هذه 12 عام وانا طالعه هابطه. فين غادا ندخل؟ الديره في وجده والدوله بغات تهدم، الوغ قلت ماسي راني داكوغ باش يهدموا، ولكن يعني تعويض، قالوا لنا التعويض، مي كاع غادي يعطيهم تعويض الا انا، قالوا لي عندك الملك ما نعطيوكش تعويض، كو سافي با، يعني هذاك الملك اللي عندي ما جانيش من السما، وهذيك الدار اللي بغاو يهدموها هي عاود اوسي ما جاتش من السما، يعني هذيك راها داري وتعبت عليها وشقيت عليها باش درتها، الوغ قالوا لي ما نعطيوكش تعويض ولا داك الشيء، راني هنايا. واش هي جمعيه ولا جهه ولا؟ وي الدوله، يعني البلديه بغات تهدم، وقالوا لنا نعطيكم التعويض ملي مشيت درت لي ديمارش. سميت هذه البلديه اي مدينه؟ مدينه وجده. الوغ مشيت درت لي ديمارش يعني باش نسني لهم باش يهدموا، الوغ قالوا لي ما نعطيوكش التعويض باسكو عندك الملك. الوغ واش هذا حق ولا باطل؟ يعني ثاني وللاسف يعني شريت واحد البلان في كاب دولو. منين شريتي؟ واش جمعيه ولا شركه؟ كي سميتها؟ جو كخوا الافق. وي الوغ شريت عليهم واحد البلان وهذه 5 سنين. في الاول ما قالولناش بلي ما عندناش لوتوريزاسيون باش يبنيو، حتى خداو الفلوس ودابا 50 هما داين فينا ورا الدين، وعطيتهم 10 المليون. الوغ جوسكا ماتنو ما شفنا الفلوس، قلت لهم غير دولي ما خصنيش من هذاك البلان. ما بناو دار ما رجعوكم فلوس؟ ما رجعوا لنا فلوس، والباب اللي كنطرقوها ما مسدوده، ما كانش بسم الله. عندي واحد القطعه تاع الارض فيها 22 هكتار مع خوالي، كنت باغي ندير واحد المشروع سياحي، ولكن درنا يعني درت المحافظه كل شيء مبلوكي، كل شيء الناس عرضت لي ما عندهم حتى وثائق، ما عندهم حتى حاجه باش يعرضوا لي. يعني كنطلب من الحكومه تساعدني في هذا لافير. اي بلاصه في المغرب؟ هي جات بوجفر، يعني اعزانا اسمها تيغزوت، ديك البلاصه اسمها تيغزوت. الى وزير العدل لاجل نصر الظلم، راه الجاليه في الخارج كلها ضحيه وكتزيد تكون فيها ضحيه، ولهذا اطالب وزير العدل ينوض من النوم الثقيل حتى لا يهضم اقتصاد المغرب، والمغاربه ما بقاوش يستثمروا في المغرب نظرا ما عندناش العداله، وكنطلبوا العداله، وكنقولوا ورسالتي موجهه الى جلاله الملك، راه دايرين به كلهم نصابه، كلهم مجرمين، كلهم اعداء الله. وزير العدل، قال بحرف الواحد، قال اودي الانسان اذا استثمر
عمر في الخارج وبقى 4 سنين ولا 5 سنين كيكون فيها التقادم. اين ما يجب فيها هذا الفصل هذا؟ ما يجب فيها هذا الفصل هذا كاين التقادم؟ واش الانسان كيشري الدار ديالو ويقول له فيها التقادم على 4 سنين؟ ما كاين حتى في شي دوله، حتى في العالم ما كاين شي. انا مواجده في هذه الوقفه الاحتجاجيه على حسب بزاف الناس كيجيو لعندي كيقولوا لي كيقولوا معكم لا يمكن نساعدهم بالنسبه للدوله مرزقهم على حسب هاد الناس اللي شراو الديار ديالهم وديك الشيء وكاين الظلم باقي بزاف، وعياو ما يوجهوا الرساله ديالهم للمسؤولين ديالنا، وما عندناش احنا المسؤولين اللي كيمثلونا ولا كيدافعوا على هاد الناس. ودابا على ديك الشيء باش جيت نوقف مع هاد الناس ديفون لامباساد اليوم على حسب كنتمناو الا هاد الرساله فيا فيسبوك ولا فيا انترنت توصل للمسؤولين اللي وقفوا الحقوق ديال الناس اللي داولوا مرزقهم على حسب هاد الجاليه اللي كنحسبوها غير بالنسبه لشنو كتدخل للمغرب اكثر من 60 ولا 60 مليار في العام او اكثر من حاجات اخرين من حوايج اخرين ما كنحسبوهاش. ومن جهه اخرى الناس اللي كيقولوا كيدافعوا على الحقوق بهذه الجاليه كل واحد كان عنده البيزنس ديالو، ودابا كنتمنى هاد الناس هادو خقلالين على حسب الناس باقا فيها الخوف كيقول لك ما نجيش ديفون لامباساد على حسب المغرب. دابا على بالنسبه سي تري سونسيبل، حنا انا وقفنا ماشي ضد المغرب على حسب هذيك المغرب بلادنا وكنبغيو بلادنا وكنبغيو الملك ديالنا بالحق، الظلم حتى واحد ما يقدر يقبلو. وكنتمنى الا هاد الناس اللي يسمعوا المسؤولين ويوقفوا لهم حقهم وهذه يشوفوا الملفات ديالهم، يمكن غلطين ولا شي حاجه، مي الناس اللي عندهم الحكم ديالهم وحقهم والوثاقه ديالهم يوقفوا لهم حقهم. فوالا.